وبركاته. حياكم الله الاخوان وبياكم. نحن بنبدأ اليوم بنتكلم حول الكومتيا اي بلس، وزي ما اتفقنا من قبل وتكلمنا بالفيديو الاولاني انه نحن بنتكلم على 220.801 220.802. نبدأ على بركة الله. قبل ما ابدأ احب اقول انه نحن بنبدأ نمشي ونطلع من الصفر، يعني لانه نحن في الفيديو اللي قبل كنا الاي بلس ما تحتاجش متطلبات من قبل، يعني ما فيش مشكلة لو ما عندكش باك جراوند في الكمبيوتر، بس من المنطقي انه يكون عندك باك جراوند على الاي سي دي ال، يعني الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب. واذا ما عندكش من الطبيعي جدا والبديهي جدا انك بتعرف تتعامل مع الويندوز. بيجي الشخص بيسمع الكورس وبيتفرج على الكورس وما عندوش اي باك جراوند، لانه دي تعتبر كارثة. فنحن بنبدأ من الصفر شوية شوية لغاية ما الكورس يشتد ويشتد. نبدأ على بركة الله. كومتي ابلس اسينشال كومبيوتينج اوفر فيو. كومبيوتينج اوفر فيو. عشان تتعلم كمبيوتر لازم اول شيء تعرف النمبرز، يعني الارقام. عندك البيت بتساوي 0 او 1، يعني اون او اوف، يعني مطفي او لاصي، يعني شغال مش شغال، يعني في داتا ما فيش داتا، وده عبارة عن 0 1. لكن الكيلو بت بتساوي 1024 بت، بعدين بالبايت بتساوي 8 بت. 8 البت دي هو عبارة عن كل حرف او كل كاركتر انت بتكتبه في المعالج النصوص، بغض النظر اكان وورد او اكان وورد باد، وكل كاركتر او كل حرف عبارة عن 8 بت. بعدين بالكيلو بايت بتساوي 1024. عندك ميجا بايت، جيجا بايت، تيرا بايت، بيتا بايت، اكسا بايت، زيتا بايت، يوتا بايت. يوتا بايت هي اخر وحدة قياس الكمبيوتر. ممكن البعض منا يشوف وحدات جديدة، ممكن البعض عارف للتيرا، ممكن البعض عارف للإكسا والزيتا، ممكن البعض عارف لليوتا. احنا يهمنا جه، نحن اللي يهمنا دي. عندك 1024 هي عبارة عن عامل مشترك ما بين كل وحدة قياس، يعني ما بين الوحدة اللي تحت والوحدة اللي فوقها عبارة عن 1024. إذن لما محتاج احول قيمة من الجيجا للميجا فكيف افعل؟ طبعا راح بحولها، يعني بقسمها على 1024. شفت؟ طيب عندك هنا 1 جيجا بتساوي 1024 ميجا، أو ممكن كمان أنت تكتبها عبارة عن 1000 فقط بدون 24، لأن 24 دي بتطلع عبارة عن مساحة مهدورة. أنت عمرك شليت فلاشة أو فلاش ديسك من الإنترنت، عفوا من المحل، كان حجمه مثلا 16 جيجا وشفت أنه 16 جيجا؟ لا يا سيدي، ما ينفعش يكون 16 جيجا. ما فيش نظام ملفات لافات ولا فات 32 ولا ان تي اف اس ولا اتش بي اف اس قادر يستفيد من المساحة القصوى المقتطعة. شفت الفكرة كيف؟ اذا هي ال 24 عبارة عن مساحة مهدورة. انت تكتب كده تطلع من القيمة دي. هل عمرك شليت هارد ديسك ب 1 تيرا او 500 جيجا
وشفته وقدرت تستفيد من المساحه نفسها مستحيل يا سيدي مستحيل. اذا السؤال اللي بيطرح نفسه الان، انا ايش بستفيد بالارقام دي؟ ايش الفائده منها؟ شوف يا سيدي، من الطبيعي جدا انه لما بتقوم بشراء جهاز جديد فبيجي لك الهاردسك كقطعه واحده او ككتله واحده، وانت محتاج انه تعمل اشيناليز وتعمل بارتيشنز على الهاردسك ده. اذا انت محتاج تستعمل حاجه اسمها النمبرز، الارقام. انا جبت لك هاردسك يعني فور اكزامبل كده منه 100 جيجا، وقلت الهارد ده اشيك تعمل لي اياه فور بارتيشن. انت ايش بتعمل؟ بتقول اوكي 25 25 25 25 25. طيب يا سيدي القيمة بالميجا بتكتب، اذا 25 في كم؟ في 1024، وناتجه هو عبارة عن القيمة بالميجا بايت من القيمة اللي فوقه. شفت الفكرة كيف؟ كمبيوتر ستايب، انواع الكمبيوتر، عندك السوبر كمبيوتر وعندك المين فريم والبي سي والنتورك بي سي والبورتبل كمبيوتر. كسوبر كمبيوتر ده النوع اللي بيتواجد في المؤسسات والشركات العملاقة والحكومات الكبرى زي بنتاغون، زي جوجل، زي مايكروسوفت. مين فريم كمبيوتر ممكن يتواجد في الهيد كوارترز حق الشركات، يعني بفروع الشركات الرئيسية عشان عنده مواصفات عالية، عشان عنده هاي ستوريج إلخ، عشان عنده كمان هاي سبيد، عشان ما يهنجش. بي سي يعني بيرسونال كمبيوتر، ده الجهاز العادي ده اللي معك، الجهاز المكتبي البيتي. النتورك بي سي او ما يسمى بالورك ستيشن بي سي، ده عبارة عن جهاز بيستخدم في مقاهي الانترنت او في الشركات الصغيرة، وهذا يسمى بالسمول بزنس سوليوشنز. تمام. بورتبل كمبيوتر، بورتبل معناته محمول او نقال، بورتبل. كبورتبل كمبيوتر هنا بيندرج تحته اللابتوب، اكان نوتبوك او اكان تابلت. تمام. هاردوير اند سوفتوير، لما بنقول هاردوير معناته الكلام ده انا بتكلم على رام، بتكلم على سي بي يو، بتكلم على بايوس. لما بقول سوفتوير انا بتكلم على اوبريتنج سيستم، بتكلم على ابلكيشن، بتكلم على درايفرز. تمام. يعني رام ذاكرة الحاسوب، سي بي يو اللي هو عبارة عن عقل الكمبيوتر، واغلب العمليات اللي بيأديها هي عبارة عن عمليات حسابية، وهي عبارة عن 90% من مهام السي بي يو. البايوس بيزك انبوت اوتبوت سيستم، نظام الادخال والاخراج الاساسي. كسوفت وير عندك الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل، ونحن هنا لما نقول اوبريتنج سيستم بغض النظر عن نوع الاوبريتنج سيستم ده، قد يكون لينكس، قد يكون يونكس، قد يكون ماك، قد يكون ويندوز. ابلكيشن يعني تطبيقات، هو عباره عن اي تطبيق، قد يكون سلسله مايكروسوفت اوفيس، قد يكون فوتوشوب، قد يكون فاير ووركس، فري هاند، كور درو، الستريتر الخ. درايفرز هو عبارة عن التعاريف اللي بتربط الكمبيوترز مع التيرمينالز، يعني الطرفيات او البريفلر، يعني مع البرينتر، مع السكانر، شغلات زي كده. عندي لايرز بالكمبيوترز او طبقات. اللاير الاولى اللي هي عبارة عن الهاردوير، وهي عبارة عن لاير ثابتة بمعنى غير قابلة للتغيير،
انت كيف تشتغل على جهاز بدون عتاد بدون قطع؟ مستحيل. اذا دي لاير ثابته، اقصد هنا بالثابته يعني يستحيل 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 الاستغناء عنه. اوبريتنج سيستم زي ما تكلمنا هو عبارة عن أي نظام تشغيل مقابل للتغيير، قد يكون لينكس، يونكس، ماك، ويندوز، وقد يكون 32 بت وقد يكون 64 بت، لأن نظام التشغيل يجيب إصدارين 32 بت و 64، وقد يكون كلاينت وقد يكون سيرفر. الطبقة اللي بعده عبارة عن الابليكيشنز، وهو عبارة عن أي برنامج أو تطبيق. وبعدين انت بتقعد يا سيدي يعني يوزر، مش بعد ما تتكمل دي الطبقات الثلاثة السفلية مش انت بتقعد عشان تقدر تشتغل على الجهاز ده ولا لا، انت تجي هنا كيوزر. توبيك A الهاردوير، بيرسونال كمبيوتر كومبوننت، مكونات الكمبيوتر الشخصي. شوف يا سيدي، الكمبيوتر له مكونات رئيسية وله مكونات فرعية. كمكونات رئيسية هي عبارة عن مونيتور وماوس وكيبورد وسيستم يونت. هل ينفع استخدم الكمبيوتر بدون سكرين؟ مينفعش. هل ينفع استخدم الكمبيوتر بدون ماوس وكيبورد؟ مينفعش. هل ينفع استخدم شاشة بدون سيستم يونت؟ مينفعش. دي كمكونات رئيسية يستحيل الاستغناء عنها. كمكونات فرعية بتنضاف عندك البرينتر، سبيكر، هيدفون، إلخ. هل ينفع استخدم الكمبيوتر بدون برينتر او سكانر او سبيكر او هيدفون؟ اكيد ينفع، ما فيش مشكلة. دي عبارة عن اكسسوريز يعني ملحقات انا بضيفها على الكمبيوتر عشان ألبي رغبتي أو حاجتي. أنا ما بضيفش الطابعة لأنه محتاج أعمل برينت، ما بضيفش السبيكر لأنه محتاج أسمع ميوزك. شفت كده. Categories of personal computer component، مكونات جهاز الحاسوب. عندك الكيس يعني الصندوق أو البوكس أو الإطار أو الحاوية التي يضم جميع مكونات الكمبيوتر بداخله، أو الكفر الخارجي ده يسمى بالكيس. عندك الباور سبلاي، مزود الطاقة، مجهد الطاقة، محسن الطاقة، وهو يقوم بتحويل الفولتية من AC إلى DC يعني من متقطعة إلى مستمرة، عشان الكمبيوتر ما ينفعش يشتغل على المتقطعة. عندك المادر بورد، هي عبارة عن اللوحة الأم والعمود الفقري للكمبيوتر، وهي اللي تتصل بجميع مكونات جهاز الحاسوب. يعني كل القطع بتشبك على المادر بورد دي، وتتميز باللون البني أو الزيتوني. وخلي بالك مش معناته الكلام ده إنه باللون البني والزيتوني يعني ستاندرد، لا ميمنعش إن أنا أشوف مادر بورد من انتل او من اسوس او مش عارف ايش لونه ازرق، ميمنعش. CPU اور بروسيسر، عبارة عن عقل الكمبيوتر، تمام. واغلب مهام الكمبيوتر اللي بتشتغل فيه عمليات حسابية ورياضية. الميموري يعني ذاكرة. storage devices اجهزة تخزين، قد تكون internal يعني داخلية، وقد تكون external يعني خارجية، يعني زي الهارد ديسك. display devices أجهزة العرض زي الشاشة مثلا، بغض النظر عن نوعها كانت CRT أو كانت LCD. boards and cables، boards يعني منافذ وcables عبارة عن الأسلاك. طلعك هنا and some components تضاف such as DV card، network adapter أو ما يسمى بالنك.
كده يعني. ها يعني نتورك انترفيس كارد سي دي روم وسبيكر وساوند كاردز. تمام، نبدأ بالكيس. فالكيس هو عبارة عن الصندوق أو الحاوية التي يضم جميع مكونات الكمبيوتر في داخله، وعندي أنواع مختلفة للكيس. عندك الفول سايز تاور، وهذا بيستخدم في الغالب للسيرفرات أو الورك ستيشن سيرفر أو النتورك بي سي. ميد سايز تاور، مايكرو سايز تاور، ديسكتوب، ده الجهاز اللي بتنحط عليه شاشة بعدين يعني كده، بعدين تنحط فوقيه. تمام. طيب سيستم كيس سبيسيفيكيشنز يعني مواصفات الكيس. فعندي النيم كاسم، عندي الدايمنشن الابعاد، نمبر اوف بيز اللي هو عدد فتحات سي دي روم، اضافة الى الكولينج او ما يسمى بالتبريد. الفول سايز تاور الابعاد تبعه يتراوح من 20 الى 25 انش. الانش هنا مقصود فيها البوصة. 5 or more يعني عدد 5 او اكتر فتحات سي دي روم، الكولينج فيه اكسلنت يعني ممتاز. عندك الميت تاور من 16 الى 19 انش، نمبر اوف بيس 3 اكسلنت ككولينج. ماني دي الابعاد وكل شيء موجود قدامك يوصل الى الديسكتوب. بس انا يهمني هنا العمود ده الخاص في الكولينج. لو تلاحظ بدأ بإكسلنت وإكسلنت وجود وجود، لما نزل للخامس صار بور. ليش؟ اللي بيفسر الكلام ده هو الدايمنشنز الأبعاد. إذن حصل إيش؟ حصل عملية تقليص معنى الكلام ده، انه قطع الكمبيوتر ومكونات الكمبيوتر انحشرت مع بعضها البعض وصارت الحرارة بتلعب من شق وطرف يعني في جميع الاتجاهات. ونحن عارفين انه كل قطعة في الكمبيوتر بتصدر حرارة. شفت الفكرة كيف؟ طب السؤال يطرح نفسه، ما هي مقومات شراء الكيس؟ انا لما بشتري كيس انا كيف بقيم انه الكيس ده جود وده مش جود؟ على ايش؟ كنقطة اولى بنقول الكولينج يعني التبريد، يعني لازم الكيس يكون فيه فتحات خاصة بالمراوح. معناته الكلام ده انه يكون فيه، لازم تركب فيه مروحة امامية ومروحة خلفية، ويكون متقب من الجوانب وعنده قمع على البروسيسر عشان نركز على الكولينج سيستم. الشيء الثاني بركز على نمبر اوف بيز، عدد فتحات سي دي روم، بس ده مش امبورتنت لي، ما بيهمناش بشكل كتير. الشيء الثالث عدد فتحات اليو اس بي لغاية، لأن كل الأجهزة حاليا صارت شغالة على اليو اس بي. ما هو تقول لي اليو اس بي جاي مع المادر بورد؟ لا، بقول لك يا سيدي في كيسات صاير فيها يو اس بي أكثر فتحات من الأمام وأنت تشبكها. شفت الفكرة؟ إضافة إلى المادر بورد فورم فاكتورز يعني عوامل تشكيل المادر بورد. فما تشيلش كيس يركب فيه شكل محدد من المادر بورد يعني شغال على الاي تي او الاي تي اكس او الان ال اكس او البي تي اكس، ما ينفعش. شو الكيس يركب عليه اشكال وانواع مختلفة من المادر بورد. اذا ما بعتمدش لما بنزل اختار كيس على شكل الكيس، لا ده لانه يعني اسمه مش عارف من ويشبه الايفون او يشبه مش عارف ايش وعنده ميوزك وشكله زي المرسيدس، وما ينفعش.
كولينج سيستم، نظام التبريد. نحن عارفين انه جميع مكونات الكمبيوتر بتصدر حرارة، وانه لازم الجهاز يكون مستقر في درجة حرارة معينة حتى ما يأذيش نفسه، ما ينهيش نفسه. واهم شيء او اكتر شيء بيصدر حرارة وبشكل خطر للموضوع ده هو السي بي يو، لانه اكتر واحد بيشتغل فيهم واكتر واحد بينتج حرارة فيهم. تمام، نبدأ بالفان يعني المراوح. انت عندك هنا كيس ده، فالكيس ده عنده هنا مروحة وعنده هنا مروحتين. اذا قبل كل شيء المراوح في الكمبيوتر بتشتغل ايش؟ تبريد ولا شفط؟ بتشتغل شفط، ما بتشتغلش تبريد. تمام، المراوح في الكمبيوتر بتشتغل شفط، هي بتشفط الهواء ما بتضخش الهواء. تمام، فشوف ايش اللي صار، فهي بتاخذ الهواء البارد من برا فيدخل الهواء ده. السهم بيمثل الهواء، اذا بتلاحظ اير فلو، تدفق الهواء، فبيدخل بيكتسب الحرارة من القطع اللي بتصدرها. المراوح اللي بالخلف دي ودي بتتولى بعملية شفط الهواء بعد ما اكتسب الحرارة وطال تطليعه لبرا، يعني بيمشي لبرا. تمام كده بالشكل ده، شفت اللي صار كيف؟ اذا المراوح شغالة شفط وليست تبريد. دي صورة توضح اكتر مسألة الاير فلو. تمام، عندك السي بي يو كمان عنده مروحة، بس قبل السي بي يو او قبل المروحة عندك هنا ده الشيء او المعدن ده، هذا اسمه هيت سينك، يعني مشتت حرارة. تمام، عبارة عن معدن، فهو بيكتسب الحرارة من فوق المعالج، والمروحة بتقوم بأخذ الحرارة من المعدن ده أو من الهيت سينك ده حتى يكون الهيت سينك على درجة حرارة ثابتة، لأنه نحن عارفين إنه المعدن بيكتسب حرارة، بس بعد إذا ما صارش له عملية تخليص من الحرارة اللي هو اكتسبها بيصبح يشتغل بشكل عكسي، يعني بدل ما ياخذ بيصير يحرق، وعشان كده صارت المروحة شغالة عليه. وإذا بتلاحظ المروحة مقلوب، إذا المروحة بتمتص الحرارة منه وبتطلعها لبرا، شفت الفكرة كيف؟ كده بالشكل ده. تمام، شيبست فان أهم قطعتين بعد المعالج هم الساوت بريدج والنورت بريدج، يعني الجسر الشمالي والجسر الجنوبي. المادر بورد مقسومة لجزئين، جسر شمالي وجسر جنوبي. كجسر شمالي هو بيشتغل مع المعالج والرام والفي جي اي، يعني كرت الشاشة او الاي جي بي عفوا. كساوت بريدج بيشتغل ما تبقى من مكونات الكمبيوتر، يعني مع الهارد ديسك، مع السي دي روم، مع اليو اس بي، مع البورتس الى اخره. فنتيجة لأنهم أهم شيبسيت أو أهم رقاقتين موجودين على المادر بورد، فبيتم وضع هيت سينك عليهم، بس مش مقياس. ونتيجة لأهمية النورث بريدج أكثر من الساوث بريدج، أو لأهمية الجسر الشمالي أكثر من الجسر الجنوبي، ففي بعض الحالات بيوضعوا الجسر الشمالي ما بيوضعوش الجسر الجنوبي مشتت حرارة. تمام، بعض الأحيان بتجي بالشكل ده، وبعض الأحيان بتنحط عليه كمان مروحة عشان تسوي عمليات الشفط. كمان أحد أنواع التبريد الخاصة بالفيديو كارد، لأنه كرت الشاشة بيحتوي على جي بي يو، يعني على جرافيك بروسيسر يونت، على وحدة معالجة خاصة بالجرافيك،
يعني على معالج، حتى ما يشغلش المعالج الحقيقي، مش كمعالج بيصدر حرارة. اذا وجب علي ان انا اعمل على هيت سينك وفان ومروحة. طيب يا سيدي، ده الان اللي في الصورة كرت شاشة ولا كرت صوت او كرت شبكة؟ انت معك طريقتين عشان تميز. اولا كرت الشبكة وكرت الصوت مستحيل 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 تحصل عليه مروحة، ده اول شيء. معناته الكلام ده اي كرت متواجد عليه مروحة اذا هو عبارة عن كرت شاشة. اضافة انت ممكن تشوف البورت دي، عندك هنا منافذ الشاشة، شفت بالشكل ده؟ تمام، فانت كده قدرت تميز يعني. الميموري، طرق التبريد الخاصة في الميموري، عندك دي رام وهذا اللي محطوط عليها هنا هيت سينك. بس الرام دي بتتبع تبريد عن طريق الماء، ده بايبس، شفت الفتحات حق البايبس هنا وهنا كمان، يعني بيدخل ماء بارد وبياخد الحرارة وبيطلع ماء ساخن، بيكتسب الحرارة اللي موجودة على الرام. شفت الفكرة كيف؟ ده نوع الميموري كولينج. اذا بتلاحظ هنا مستخدم الواتر كولينج، فالازرق بيعني ماء بارد لكن الاحمر بيعني ماء ساخن. تمام، طبعا دي الرامات اللي جاية على السيرفر، مش جاية على اجهزة عادية بالشكل ده. في بعض الرامات عليها هيت سينك وعليها فان مروحة، يعني عشان تشتغل بس. تمام، ليكويد كولينج، تبريد عبر الماء. اذا في عندي تقنيتين خاصة بالتبريد، تبريد عن طريق الهواء والتبريد عن طريق الماء. في ادفانتج وديز ادفانتج. كادفانتج، التبريد عبر الماء اكثر فعالية من التبريد يعني بالهواء، يعني بيشتغل افضل عبر الماء، وكمان سايلنت يعني ما بيعطيش ضوضاء، ما بيصدرش صوت. انت لو تشغل سيرفر وتسمع الضوضاء اللي بيشغلها السيرفر يا سيدي، وكأنك حاسس نفسك في مركبة فضائية. ده جهاز، فما بالك لما تكون مجموعة من السيرفرات. ديس ادفانتج يعني مور اكسبنسيف، يعني غالي جدا. إضافة إلى أهم نقطة، إنه خطير. ليش خطير؟ شوف يا سيدي، بما أنه ماء، إذا كانت البايبس نحاسية وده كان بيصدر سابقا، معنات الكلام ده إنه إذا كان ساخن البايبس قابل للرشح، وإذا كان الماء بارد بارد البايبس ده قابل للرشح، وإذا صار رشح بيصير قطر، يعني بيقطر لفوق القطع الإلكترونية وفي كده راحت. شفت؟ دي نقطة. النقطة الثانية إنه إذا حصل عملية ليكينج أو تسرب للماء من البايبس، فدي كمان مشكلة. المشكلة الثالثة إنه الماء لازم يمر بسرعة محددة حتى ما يكتسبش الحرارة، ويصير بدل ما يمر على كل قطعة يبردها يحرقها. شفت الفكرة كيف يا سيدي؟ عشان كده دي انجرس، بس حقيقة أكثر فعالية. عندك هنا ريديتور، هذا عبارة عن خزان ماء ومتواجد في فتحة سيدروم أو البيز الخاصة بسيدروم، وعليه مروحة وكمان هيت سينك. فإذا بتلاحظ الأزرق عبارة عن ماء بارد والأحمر ماء ساخن، والسهم اللي هو عبارة عن الدايركشن الخاص بالماء. فالماء نزل بارد من الريديتور، فطبيعي جدا بينزل، فعشان يطلع يحتاج إلى بمب، مضخة مياه.
بس مش مضخة مضخة كبيرة يعني، مضخة صغير يعني، وكمان سايلنت. في الماء بيطلع، إذا بتلاحظ استمر بارد، بس مجرد ما وصل للسي بي يو طلع منه ساخن، وصل للريديتور تاني مرة ساخن، وحصلت له عملية تبريد، ونفس العملية بتكرر مرارا وتكرارا. تمام؟ ده اللي هو عبارة عن التبريد عن طريق الماء. ده الشكل اللي بيوضح عملية التبريد عن طريق الماء. هنا البامبس لو بتلاحظ مضخة الماء، وهنا الريديتور، وهذا الخزان الداخلي الصغير اللي في الأسفل اللي بينزل عليه بعدين بيطلع. تمام؟ طبعا السؤال بيطرح نفسه، ليش لونه يعني أخضر؟ بقول لك يا سيدي، بعض الناس بتعمل صبغات للماء حتى يعطي نوع أو طابع جمالي أثناء يعني سيران المي. فالكيس هذا عندك ترانسبيرنت، الكيس شفاف مصنوع من العاج. تمام؟ باور سبلاي، مزود الطاقة، فهو يقوم بتحويل الكهرباء من اي سي الى دي سي، يعني من كهرباء متقطعة الى كهرباء مستمرة، عشان الكمبيوتر ما ينفعش يشتغل على كهرباء متقطعة، لازم يكون في كهرباء مستمرة. تمام؟ والباور سبلاي قد يحتوي على سويتش فولتيج زي كده يعني، ويحتوي على باور سويتش، ومن المنطقي انه يحتوي على فان. تمام؟ ليش؟ لانه كهرباء يا سيدي بيصدر حرارة، لازم مروحة. تمام؟ طيب، باور سبلاي كونكترز، توصيلات الطاقة التي بتطلع من الباور سبلاي وتركب على المادر بورد. عندك التوصيلة اللي بتطلع من الفلوبي إلا من الباور سبلاي وتروح على الفلوبي درايف أو الكارد ريدر، اسمه بيرج كونكتر، يعني توصيلة بيرج. ولكن اللي بتطلع على السي دي روم أو الهاردسك من نوع اي دي اي اسمه مولكس كونكتر. واللي بتروح على السي دي روم ولا هاردسك من نوع ساتا اسمه ساتا باور. تمام؟ وخلي بالك، الباور سبلاي بيزود هاردسك بالطاقة، بيزود سي دي روم، بيزود مادر بورد، بيزود كرت شاشة بعض الأحيان. تمام؟ إذا المادر بورد اللي من نوع اي تي، و اي تي اختصار لكلمة Advanced Technology، فبيحتوي على سلكين باور اسمه بي 8 وبي 9، وكل واحد منهم يحتوي على 6 اسلاك. لكن المادر بورد من نوع اي تي اكس هو عبارة عن سلك واحد اسمه بي 1، ويحتوي على 20 دبوس، زائدا بي 4 ويحتوي على 4 دبابيس. ملاحظة، بعض أنواع المادر بورد بتحتاج إلى 20 السن اللي هو عبارة عن البي 1 زائد البي 4 اللي هو عبارة عن 4 دبابيس، فبيصيروا 24 دبوس. وبعض مادر بورد بتستخدم 20 اللي هو عبارة عن البي 1 وبتستغني عن 4 الأسنان. هنا شكل توضيحي، ده عبارة عن البي 1 وهذا عبارة عن البي 8 والبي 9. ده في مادر بورد من نوع 80 يعني Advanced Technology، وده في مادر بورد من نوع ATX يعني Advanced Technology Extended ولا موسعة. شفت كم أسلاك عندك؟ 1 2 3 4 5 6. وكان عشان تركب البي 8 والبي 9 كان لازم الزوجين الأسود يكونوا مقابلين للزوجين الأسود، يعني ما ينفعش تعكس. تمام؟ أنا بقول لك يا سيدي على ملاحظة في الـ A+، ولازم تطرح الملاحظة دي في بالك. انت لازم تكون خشن وتكون رقيق. شفت كيف؟ لانه ما فيش قطعة تركب غلط. فانت اذا زريت على شيء او على قطعة والقطعة دي ما ركبتش، خلي بالك يا سيدي، اذا انت غلطان ولازم تعيد التفكير مرة ثانية في تركيب القطعة.
وضبط حالك. هنا عبارة عن البي 1 الخاص بالمادر بورد من نوع اي تي اكس وببي اي تي اكس، يتكون قلنا من 20 دبوس. باور سبلاي فورم فاكتورز، هناك عوامل تصنيع او تشكيل خاصة بالباور سبلاي المقدمة لكل مادر بورد، عندك الاي تي اي والاي تي اكس، هنا الابعاد تبعه، عندك الاي تي اكس ودي الابعاد تبعه، اضافة الى انواع اخرى خاصة لمادر بورد من نوع ان ال اكس وبي تي اكس. تمام. وحتى لا اكون قد اغفلت في موضوع الباور سبلاي، الباور سبلاي بيطلع لها 5 فولتيات فقط، لا اكثر ولا اقل. والخمسة الفولتيات على النحو التالي، هي موجب 3.3 وموجب 5 وسالب 5 وموجب 12 وسالب 12. اعيد، موجب 3.3 وموجب 5 وسالب 5 وموجب 12 وسالب 12. والسؤال اللي يطرح نفسه، الموتور الخاص بتبع الهارد ديسك بياخد 10 فولت، ما فيش 10 انا ذكرت، بيصير دمج للخمسة البلس والخمسة الموجب وبيصيروا 10 موجب. تمام كده. اكبر وحدة قياس او اكبر يعني رقم بيستخدم في الباور هو عبارة عن 24 فولت، يعني 12 في الموجب و 12 في السالب. فولتيج ريكويرمنت، ايزا ده احد الشقوق كان يستخدم او ما يسمى بالاكسبانشن سوت لتوسيع الكمبيوتر، فهو بيستخدم 5 فولت. بي سي اي 3.3، اي جي بي كارت شاشه، شق خاص بكارت الشاشه 3.3، بي سي اي كارت كمان، عندك اي جي بي كارت كمان، سكازي 3.3 بالموجب، فلوبي درايف 5 فولت، الرام تمام، عندك هنا السي موديم، هنا كتب لك 720 ار بي ام. حلو، اذا بتلاحظ هنا الموتور بياخذ 12 فولت. 7200 ار بي ام، ار بي ام اختصار لكلمه روتيشن بير مينيت، يعني عدد اللفات او عدد التدوير في الدقيقه الواحده. وخلي بالك في هاردات نوعين، في هارد ديسك ديناميكي في هارد ديسك ديجيتال. الديجيتال هو عباره عن الاس اس دي، والديناميكي ده اللي عنده بلاتر وسلايندر يعني اسطوانات، حاب نتكلم عليه في التفصيل لما نجيه. فكل ما كان معدل الدوران اسرع كل ما قرا بيانات اكثر، لانه الهيد او الراس في الهارد ديسك بيشتغل اب اند داون، يعني بيطلع وبينزل فقط. اذا الداتا هي اللي بتلف وبتقيل الراس حتى يقريها، فمعنات 7200 ار بي ام، اذا 7200 بيان في الدقيقه الواحده. انا اخر هارد ديسك مسكته وكان 15000 لفه في الدقيقه. تمام، مش عارف اذا في اكثر او لا. اذا دي نقطه من ضمن مقومات شراء الهارد ديسك، اللي هو عباره عن سرعه اللفات، عشان ما تشوفش الساعة الرملية ديك اللي بتطلع بتلف وتدور، او الكرة في ويندوز فيستا او 7 او 8 عشان يقري بسرعة. عندك هنا معالجات بونتيوم والفولتيات موجودة عندك امامك. هل شفت فولتية غير الفولتيات اللي نحنا ذكرناها؟ غير 3.3 بالموجب وموجب 5 وسالب 5 وموجب 12 وسالب 12؟ ما فيش. تمام؟ الباس، ايش هو الباس او الباسس؟ الخطوط، هي عبارة بكل بساطة عبارة عن خطوط تقوم بوصل الدوائر الالكترونية مع بعض البعض، او بربط المادر بورد مع بعض البعض. والباسس دي الخطوط اللي بتمشي فيها الداتا او اللي بتنتقل فيها الداتا. تمام، الى هنا بنوقف عند الباسس. الى هنا كان معكم اخوكم ولا عصام، اشكركم على حسن الاستماع،
وطيب الله أوقاتكم، شكرا جزيلا.